أقامت لجنة تضامن بمجلس النواب احتفالية بمناسبة صدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلين عنهم. حضر الاحتفالية وزراء شؤون مجلس النواب والنقل والتعليم العالي. نتابع. بعد تأخر تجاوز 42 عاما صدر قانون ذوي الإعاقة في مصر، حسب ما أعلن رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب عبد الهادي القصبي في احتفالية أقامتها اللجنة. نهنئ شعب مصر بصدور قانون غاب 42 عاما. أكثر من 10 ملايين مصري ومصرية ينتفعون من القانون الذي أقر بعد جهد كبير مشترك بين النواب والجهات الحكومية المعنية من أجل تعزيز مبدأ المواطنة لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تفعيلا للمادة 81 من الدستور، والتي تنتظر الآن مصادقة رئيس الجمهورية. احنا طبعا في منتهى السعادة النهاردة بهذا القانون، لان هذا القانون بيخدم اكثر من 15 مليون يعني شخص في مصر، من حقهم ان هم يعني يحصل لهم اندماج كامل في الحياة في جمهورية مصر العربية. امتيازات متعددة نص عليها القانون الاحتياجات الخاصة شملت تخفيضات في خدمات النقل واعفاءات جمركية على السيارات وتخصيص نسب محددة في العمل والسكن وتهيئة الظروف المناسبة لهم في قطاعات مختلفة كالتعليم والسياحة وغيرها. الحمد لله ما يبقى عندنا دلوقتي مرجعية، المسؤول يعني لازم يحطنا في ذهنه وهو بيعمل أي شغل، يعني مثلا الطرق هتتظبط بالنسبة لنا يتعمل حسابنا، المحليات هتظبط موضوع بالنسبة للتنقل، المرافق وانت بتبني كمنشآت حكومية لازم يتعمل حسابنا إذا كان في أسانسيرات إذا كان في رامبات. المواصلات بدأت حتى دلوقتي قبل ما يبتدي القانون يتطبق وزارة النقل تتعاقد على اتوبيسات اكسسبل للمعاقين. مباشرة الحقوق السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة تم أخذها بالاعتبار، إذ يفصل الباب السادس من القانون الحقوق السياسية والنقابية لذوي الإعاقة، وتأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة كأول الاستحقاقات المزمع مشاركتهم بها. ممارسة الحقوق السياسية يعني ديت بقت واضحة جدا، ان ذوي الإعاقة له الحق في الانتخاب والترشح. قطعت الدولة المصرية أولى الخطوات على طريق دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بإكمال الجانب التشريعي والمضي في إقرار القانون، والآن تنتظر هذه الفئة من المصريين تفعيل القانون وتأمين آليات تطبيقه.